أقرأ 10 أبيات ما عندك عليه أبيات فقط شرح تعليقا على البيت، أما شرح المؤلف نتركه الأسبوع القادم إن شاء الله جل وعلا يخف عنا. أقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال محمد بن عبد الله بن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين، وليقف ما لم يقل، والأصل في الأخبار أن تؤخرا، وجوز التقديم إذ لا ضررا، ومعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان، كذا إذا ما الفعل كان الخبرا أو قصد استعماله منحصرا، أو كان مسندا لذي لا مبتدا، أو لازم الصدر كمن لي منجدا، ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. البيت هذا أخير هذا يتصل بما يلزم فيه تقدم الخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمر معنا أن الخبر بالنسبة للمبتدأ هو الجملة المتمة للفائدة، هو ما يتم به مع المبتدأ الفائدة، وهو على قسمين: مفرد وجملة. المفرد جامد ومشتق، الجامد ما يحتاج إلى ضمير إلا إذا كان ضمن اشتقاقا، المشتق لابد من ضمير يعود فيه إلى الخبر مقدر إلا إذا كان ظهر الاسم بعده. والجملة على قسمين: فعلية واسمية، ولا بد من الرابط فيهما. وقد يكون الخبر شبه جملة تكون من جار ومجرور أو من ظرف، وإلى ذلك أشار بقوله: وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائنين واستقر، أي أنه قد يرد الخبر جملة، قد يرد شبه جملة متكونة من ظرف أو متكونة من جار ومجرور، وعند ذلك أخبروا عن المبتدأ بذلك، فهل هو نفس الجار والمجرور والظرف هو نفسه الخبر، أو أنه ينوب عن الخبر أي يقدر معه ما هو خبر؟ فأشار إلى ما ترجح عنده على أن الخبر محذوف تقديره كائن أو استقر. فالخلاف بين النحاة في هل الخبر هو نفس الجار والمجرور والظرف أو أنه مقدر بمحذوف، وعلى فرض التقدير هل تقديره باسم أو تقديره بالجملة، بناء على الأصل في الخبر هل هو مفرد أو جملة. فبعضهم قال نفس الجار والمجرور والظرف هو الخبر، فهنا زيد أو زيد في 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 المسجد، ففي المسجد جار ومجرور محل رفع خبر. آخرون قالوا لا، بل هو متعلق بمحذوف، لأن الجار والمجرور الجار حرف الجر الأصلي له تعلق ومحل ومعنى، فها هنا جار ومجرور متعلق بماذا؟ متعلق بمحذوف، وها هنا ليس عندنا إلا مبتدأ، فالمحذوف هو خبره، فقالوا المحذوف هنا خبر. ثم اختلفوا هل يقدر باسم أم بفعل، فقال بعضهم يقدر باسم لأن المبتدأ مفرد فخبره يكون مفردا لا يكون جملة، فقالوا نقدره بكائن أو بمستقر، كائن أو مستقر. وآخر قال يقدر بجملة، فيقول قالوا باستقر من فعل وفاعل.
وأخبروا بظرف أو بحرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر يعني نعم. فلما حذف استقر وفيه رابط يربطه بالمبتدأ تحول إلى جار ومجرور أو إلى ظرف، فصار الجار والمجرور والظرف هو المتضمن للضمير المستتر الذي يعود على المبتدأ، الذي يعود على المبتدأ، والأقوى أنه متعلق بمحذوف. وإذا جعلنا نفس الظرف والجار المجرور نفسه هو الخبر، فالجار هو متعلق، فبماذا يتعلق؟ نقول يتعلق بمحذوف والخبر، هذا الأقوى. وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، أو معنى كائن أو استقر. نعم. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبره. المبتدأ يكون اسم ذات اسم معنى، اسم ذات الذي يدل على الذوات كالكتاب والإنسان والشيء الحسي. نعم. ويقول اسم معنى كالجمال والحسن والبهاء ونحوه. فهذا يخبر عنهما باسم المكان، يخبر عنهما باسم المكان، الجثة واسم الذات اسم المعنى، تمام؟ يخبر عنهما باسم المكان. وهل يخبر عنهما باسم الزمان؟ عن المعنى يخبر، اسم المعنى يخبر عنه بالظرف الزماني، لكن لا يخبر عن الجثة اسم الذات بالزمان، لأنه لا يفيد معنى. تقول الليلة الكتاب، الساعة الكتاب، الساعة الكتاب، فقالوا لا يخبر. قال ولا يكون اسم زمان خبرا. إذن الظرف على قسمين، اسم زمان واسم مكان. إذن وعدنا المبتدأ إما يكون اسم ذات اسم حسي أو اسم معنى، فصار 2 في 2 كام؟ 4. إذن الإخبار باسم مكان عن الذات عن الجثة سائل، الإخبار باسم مكان عن اسم المعنى سائل، الإخبار باسم الزمان عن اسم معنى سائل، لكن عن الجثة ولا يجوز ولا يكون. اسم زمان خبرا عن جثة، قال وإن يفيد فأخبرا، إلا إذا كان أفادا. قال إذا كان يفيد معنى فيصح أن تخبر، وهذا اختيار بعض النحاة أخذا مما وجد عند العرب. الليلة الهلال، الهلال ذات أخبروا عنه بالليلة، وقول امرأ القيس لما أخبر بما وقع لوالده وكان ملكهم أو غيره ماذا قال؟ اليوم خمر وغدا أمر، اليوم خمر، الخمر ذات المقصود. قال فهم المعنى فجاز الإخبار عن ذلك. وقالوا أيضا من الاستعمال الموجود عند العرب الرطب شهري ربيع، الرطب شهري ربيع، وأنشدوا في ذلك قول الشاعر أكل عام نعم تحوونه، نعم أكل عام نعم تحوونه، فقالوا هذا يدل على الجواز ما دام يفهم المعنى. لكن بعض النحاة رد هذا وقال هنا تقدير مضاف فهم، فلا يدل ذلك على الجواز، وإنما قدروا مضاف المحذوف. فالليلة الهلال المراد الليلة طلوع الهلال، والرطب شهري ربيع أي وجود الرطب شهري ربيع، واليوم خمر أي شرب خمر،
وغدا أمر، هذا أمره واضح. أكل عام نعم تحوونه، أكل عام إحراز نعم، فقالوا هناك مضاف محذوف يقدر، واضح. وهذا الأقوى، فلا يخبر عن اسم الجثة بالزمان، وما وجد في كلام العرب فهو مؤول، وهو اختيار ابن هشام في القطر كما مر. نعم. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد النمرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير، وعمل بر يزين، وليقص ما لم يقل. المبتدأ لا بد أن يكون معرفة، المبتدأ لا بد أن يكون معرفة، لأن المبتدأ محكوم عليه، وأنت تحكم على من تعرف ولا من لا تعرف؟ على من تعرف، فلا بد أن يكون معرفة. ولا هذا، فلا يصح الابتداء بالنكرة، ولا يتم المقصود، ولا تتم الفائدة بالحكم على مجهول غير معروف، لكن إذا أفاد ذلك جاز، إذا أفاد ذلك جاز. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، فإن أفادت جاز ذلك. متى يفيد؟ ذكروا أوجها، منهم من وصل إلى أكثر من 20، وأن ذكر منها الكثير الشارح، وبعضهم أوصلها إلى 15، لكن الأقوى أنها تدور بين أمرين، هو أن تفيد العموم أو الخصوص، إفادتها العموم أو الخصوص بوجه من الأوجه المذكورة تدور في هذا الفلك، فحيث أفادت عموما أو خصوصا جاز أن يبتدأ بها. نعم. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، مثال ذلك أوجه كثيرة سمى بعضها. طيب، قال عند زيد النمرة، قدمنا ما حق التأخير أفاد التخصيص فجاز. هل فتن فيكم، هل فتن فيكم، أيضا الاستفهام، وفيكم أفاد التخصيص أيضا. فما خل لنا ما، أو يقال هل فتن فيكم، نكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم، ما خل لنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم. ورجل من الكرام عندنا، من الكرام موصوف أفاد الخصوص. ورغبة في الخير، وصفه بهذا أفاد الخصوص خير. وعمل بر يزين، عمل بر قيده بالوصف أفاد الخصوص. وليقص ما لم يقل، وقس على هذا، وضابطه ما أفادك عموما أو خصوصا وإن كثرت الأوجه كما هنا. وعمل بر أضافه فأفاد التخصيص، وليقص ما لم يقل. قال بعدين والأصل في الأخبار أن تؤخرا، وجوزوا التقديم إذ لا ضرر. هنا ما الأصل في المبتدأ والخبر؟ تقدم المبتدأ وتأخر الخبر، هذا هو الأصل، لكن قد يتناوب على ذلك أحكام، لأن عندنا التقديم والتأخير، وعندنا الجواز والمنع، فحاصل ضرب 2 في 2 = 4، فقد يجب التقديم وقد يجب التأخير، وقد يجوز التقديم وقد يجوز التأخير. هذه المسألة، هذه التقسيم المنطقية، نزيد قسم آخر وقد يستوي ذلك، يستوي ذلك، زيد عالم وعالم زيد يستوي، وقد يجوز التقديم والأصل التأخير، وقد يجوز التأخير والأصل التقديم، وقد يجب التقديم والأصل التأخير، وقد يجب التأخير والأصل التقديم، لكن الأصل أن الخبر يؤخر في الكلام فلا يتقدم على المبتدأ،
وجوزوا التقديم إذ لا ضررا. إذن فالأصل أن يتقدم المبتدأ على الخبر، فكل ما كان فيه موافقة للأصل وهو أن المبتدأ هو في المقدمة ويتأخر عن الخبر، كل ما كان كذلك سائغا فيجوز لك أن تقدم الخبر بشرط أن لا يقع الضرر. هنا الضرر معروف، ما هو الضرر معروف؟ هو الضرر النحوي، مخالفة القواعد الأصول النحوي. فهنا عرفنا ما في البيت. وجوزوا التقديم إذ لا ضرر. نعم، حيث لم يترتب، يعني إذا ترتب التباس أو عود ضمير على متأخر لفظا ومعنى ورتبة، أو مخالفة في المعنى كالإخبار عن الجمع بضمير التثنية مثلا أو نحو هذا، فكان فيه الضرر فلا يصح، أو الالتباس. نعم، خلف في القسمة المنطقية التي قسمتها في التساوي، يعني يجوز تقديم الخبر يجوز تقديم المبتدأ دون ضرر، يعني أين صار أين استواء طرفه هذا أو ذاك. قال فامنعه حين يستوي الجزآن. إذن الجواز متى لم يخالف قاعدة نحوية، لم يقع مخالفة نحوية أو معنوية. إذا التبس لا بد من التقديم، إذا التبس فلا بد من ماذا؟ من التقديم، حتى نعرف المبتدأ من الخبر. يعني إذا كان مثلا الإخبار عن اسم معنى و يعني قد يختلف الخبر عن المبتدأ، يعني يصح هذا يصح هذا، فهنا لا بد أن نقول الأول هو المبتدأ الثاني هو الخبر، حيث اختلف علينا أو لم يتضح لنا من المخبر به عمن، من المخبر به عمن، هذا يرد في أسماء المعاني. نعم، طيب فمنعه. طيب الحالة الثانية المنع، ما معنى المنع؟ لزوم موافقة الأصل، وجوب تقدم المبتدأ وتأخر الخبر. فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا. إذا كان كل منهما معرفة أو كل منهما نكرة فلا بد من تقدم المبتدأ وتأخر الخبر، لكن بشرط عادمي بياني، إذا لم يكن هناك البيان. أما إذا أمن اللبس وجاء البيان فها هنا يصح التقديم أو التأخير، يصح التقديم أو التأخير. فإذا قلت زيد أخوك، زيد أخوك، الأول مبتدأ والثاني خبر، كل منهما نكرة، كل منهما نكرة. طيب ولكن إذا وجد أو تقول مثلا أيضا أفضل من زيد أفضل من عمر، لا بد من تقديم المبتدأ على الخبر. لكن لو قلت مثلا أبو يوسف أبو حنيفة، أبو يوسف أبو حنيفة، يصح التقديم والتأخير، لأن معلوم أن من الشيخ ومن التلميذ، معلوم من الشيخ ومن التلميذ. والمراد هنا تشبيه من بمن؟ تشبيه أبي حنيفة أبي يوسف ولا أبو يوسف أبي حنيفة؟ تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة، فهذا معلوم. فهنا البيان جاء واضح، البيان جاء واضح. نعم، ذكرها هنا خمسة مواضع، فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عالما بيان، كذا إذا ما الفعل كان خبرا أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لام ابتدا أو لازم الصدر كمن لي منجدا. فالأصل الأول إذا استويا ابتداء تعريفا ونكرة ماذا؟ منع التقديم ولزم ماذا؟ التأخير، إلا إذا دل البيان وجاء البيان في معنى المراد فيجوز التقديم والتأخير.
فقول الشاعر مثلا بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. بنونا بنو أبنائنا يعني ابنك هو ابن ابنك ولا ابن ابنك هو ابن ابنك؟ أنت عندك ابن له ابن، من ابن الآخر؟ ابنك هو ابن الابن أو ابن الابن هو ابن ابنك؟ واضح. فقال بنون بنو أبنائنا أي بنو أبنائنا أشبه ببنينا أو ألحق ببنينا، ها؟ لأن الأمر هنا واضح، البيان واضح، فتقديم التأخير جائز لأن لا لبس ولا لم يعدم البيان هنا وهو متضح لكل عاقل. أما إذا لم يكن هناك البيان فلا بد من السير على الأصل وهو التقديم. طيب، وأيضا كذا إذا ما كان ما الفعل كان خبرا، إذا كان المبتدأ خبره فعل، الفعل يحتاج إلى الضمير يعود إلى المبتدأ فلا بد من التقديم. لما تقول زيد قائم، زيد قام، زيد مبتدأ وقام خبر، لا بد أن يتقدم، لأنك إذا قلت قام زيد صار مبتدأ وخبر، ماذا صار؟ صار فعل فاعل، صار فعل فاعل، إلا حال التثنية والجمع على لغة الجمهور لا 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 على لغة أكلوني البراغي. قاما قاما الزيداني، ها الزيداني مبتدأ مؤخر، وقاما فعل فاعل جملة فعلية محل رفع خبر، ومثل ذلك قاموا الزيدون أو الزيود. تمام، نعم. فهنا قوله كذا إذا ما الفعل كان خبرا، لكن أنا أقول بقيد كما قال النحات بقيد، إذا كان الفعل الخبر فعلا رافعا لضمير مستتر، فإن كان رافعا لضمير ظاهر أو لظاهر لا يلزم، مثل قام الزيداني فيصح، الزيداني قام وقام الزيداني لا على لغة أكلوني البراغي. وأيضا أو قصد استعماله منحصرا، إذا استعمل الخبر منحصر بإنما، إنما زيد قائم، حصلت القيام في زيد، حصلت في زيد القيام، فلا بد من تقديم المبتدأ على ماذا؟ على الخبر. وأيضا بإلا، ما زيد إلا عالم أو إلا قائم، فلا بد من تقديم المبتدأ على ماذا؟ على الخبر في هذه الحال. كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصر، أي حصر المبتدأ في ماذا؟ الخبر، حصر الخبر، كان الخبر منحصرا. أما إذا كان الحصر في المبتدأ فلا بد من تقديم الخبر، ألا مسألة عكسية، إذا كان الحصر في الخبر واجب موافقة الأصل، المبتدأ مقدم على الخبر، وإذا كان الحصر في المبتدأ لا لازم تقديم الخبر وتأخير المبتدأ. ما زيد إلا قائم، فإن قلنا ما قائم إلا زيد وجب تقديم الخبر، لأن الحصر وقع في المبتدأ ليس في الخبر، الحصر وقع في المسند إليه ليس في المسند، واضح؟ نعم. قال أو كان مسندا لذي لام ابتداء، إذا كان الخبر خبر المبتدأ دخل عليه لام الابتداء، يعني المبتدأ دخل عليه لام الابتداء، اللام الابتداء سميت بابتداء لأنها ماذا؟ تكون في البداية، تكون في البداية. فإذا أسند المبتدأ للام لا بد من تقديمه لأنها تكون في المقدمة، إذا أسند المبتدأ للام الابتداء فلا بد من تقدمه، لزيد عالم، لذا قال أو كان مسندا لذي لام ابتداء. فهنا لا يجوز تقديم، لا يجوز نحويا صناعيا تقديم الخبر، لا يقال قائم لزيد، لزيد قائم، لا بد من تقديم المبتدأ على الخبر. قال
أو لازم الصدر كمن لمنجدا. إذا كان المبتدا مما يلزم تصدره في الجملة فلا بد من تقديمه. من لي منجدا أسماء الشرط والاستفهام تكون في صدر الكلام فلا بد من تقدمها. لا بد من تقدمها. فهنا يلزم أن يتقدم المبتدا. إذا كان المبتدا من أسماء من الأسماء الملازمة للصدر لصدر الكلام لازم تقدمه. وأيضا الخبر إذا كان لازما كان اسما يلزم تصدره الكلام لازم تقديمه كما سيأتي. إذا قلت من لي منجدا نقول زيد لك منجد أو ينجدك، فزيد هو المبتدا فهو معوض عن من، ومن تستحق صدارة الكلام فلا بد من تقديم المبتدا. فإن قلت من زيد نقول زيد عالم، فعالم عوض عن من وهو الخبر، فمن هنا هي الخبر وهي ملازمة لصدرية الكلام، نقول هنا الخبر يجب تقديمه كما سيأتي. هذه خمس مواضع الذي يلزم فيها تقديم المبتدا على الخبر. الأول إذا كان نكرتين، كان معرفتين، ما لم يدل دليل على بيان، فإن دل الدليل على البيان فلا بد جاز، أو أن يكون الخبر فعلا رفع ضميرا مستترا، أو عند انحصار الخبر بإنما أو بما وإلا، أو عندما يسند المبتدا للام الابتداء، أو إذا كان المبتدا ممن يستحق صدارة الكلام، فهنا يجب مراعاة الأصل بتقديم المبتدا ولزوم تأخير الخبر، ويمنع نحويا العكس في ذلك. وأما الحالة الثالثة وهي لزوم تقديم الخبر على المبتدا، هو القسم الثالث، فقال ونحو عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه تقدم الخبر لا بد. هذه حالات سيأتي ذكر فيها أربعة مواضع إن شاء الله تأتي في درس قادم، تقرأون الشرح ونزيد بعد ذلك الأبيات. نكتفي بهذا والله أعلم، نعتذر يعني شوية متعب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.